أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. أعلنت وزارة التخطيط الحالية عن ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر كانون الأول الماضي بنسبة 0.3% وارتفاع السنوي بنسبة 5.3%. وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في بيان له إن معدل التضخم لشهر كانون الأول الماضي ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي سبقه، مبينا أن معدل التضخم السنوي لشهر كانون الأول لسنة 2021 بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020 شهد ارتفاعا بنسبة بلغت 5.3%. وأشار التقرير إلى أن قسم السكن الذي سجل ارتفاعا هو الآخر قدره 0.6% بسبب ارتفاع إمدادات المياه والكهرباء بنسبة تصل إلى 3.4%. وقعت الحكومة السعودية والحكومة الحالية مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين، حيث أعلن حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء الحالي من الرياض أن تأسيس المجلس العراقي السعودي كان بداية لصفحة جديدة في علاقات البلدين وفق تعبير الغزي. والمتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى قال إن الانتهاء من المشروع ضمن مرحلته الأولى والقاضية بنقل 500 ميجاوات سيكون في صيف 2022، مشيرا إلى أن الربط مع دول الجوار سيعطي مرونة أكثر للشبكة الكهربائية وتحقيق المناورة لشبكة الكهرباء. ويعتمد العراق على تجهيز إيران له بالطاقة الكهربائية منذ العام 2003 حتى اللحظة التي دأبت على قطعها بين فترة وأخرى بسبب تسديد المستحقات المالية لهذا التجهيز. قالت شركة فوكس تو موف المختصة بتقديم تقارير مبيعات السيارات إن العراق الأكثر شراء للسيارات من بين الدول العربية. وأفاد التقرير أن مبيعات السيارات في التسعة أشهر الأخيرة من العام الماضي زاد بنسبة 50% ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء بنسبة تصل إلى 17.6%. وأضاف التقرير أن ما يقارب 8000 سيارة قد تم بيعها في شهر أيلول وحده، ما رفع مبيعات العام الماضي 2021 منذ بداية العام وحتى شهر أيلول إلى ما يقارب 64000 سيارة، متجاوزة بذلك السعودية والإمارات ومتربعة في المركز الأول على المستوى العربي. قال البنك الدولي في تقريره الذي نشر اليوم أن إيرادات الحكومة اللبنانية انخفضت إلى النصف تقريبا في 2021. وأرجع البنك الدولي في تقريره الكساد الذي يضرب الاقتصاد اللبناني إلى تدبير قيادات النخبة في البلاد على حد وصفه، مضيفا أن هذه التدابير تعرض لبنان للخطر وتهز الاستقرار والسلم الاجتماعي في نفس الوقت في البلاد على المدى الطويل. وكان نائب رئيس وزراء لبنان سعاد الشامي قد صرح بأن جولة المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي بدأت أمس الاثنين ستشمل موضوعات من بينها الموازنة العامة والقطاع المصرفي وسعر الصرف. قفزت أسعار نفط اليوم لتعوض بعضا من مكاسبها التي فقدتها في خسائر اليوم السابق في ظل المخاوف من اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا أو 0.71% إلى 86.87 دولارا للبرميل، عاكسة تراجعا بنسبة 1.8% في الجلسة السابقة، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا أو 0.59% إلى 83.78 سنتا للبرميل بعد أن تراجعت 2.2% يوم أمس. ويرجع المراقبون هذا التذبذب في أسعار النفط إلى ما تشهده الحدود الأوكرانية من توترات بعد حشد روسيا قواتها في مؤشرات لنشوب حرب محتملة بين الغرب وروسيا. أسعار العملات، متابعة ممتعة.
إلى اللقاء.